السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم غنقومو بتصحيح صفحة 15 من كتاب الجيد في الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي. إذا بالنسبة للدرس هو درس التوازي والتعامد. إذا قمنا بتصحيح الصفحة 14 في الفيديو السابق. الآن غادي نقومو بتصحيح الصفحة 15 وغادي نقومو بتصحيح التمرين الرابع والخامس والسادس والسابع وكذلك الثامن والتاسع والعشر، أي جميع تمارين الصفحة 15. إذا غنبداو على بركة الله، غادي نبداو بالتمرين الرابع. إذا التمرين الرابع ألاحظ الشكل وأحدد طبيعة الرباعي EFGH والمثلث GHK. إذا هنا بالنسبة للشكل كاين عندنا واحد المشكل غادي نقومو بالتصحيح ديالو. بالنسبة لهذا الشكل كنلاحظوا أن هذا النقطة جي خصها تكون هي ماذا؟ هي التقاطع ديال هاد ثلاثة المستقيمات. إذا هنا هاد المستقيمات كاملين بهم كيمروا جي، وبالتالي هنا غتكون نقطة واحدة. إذا هنا كاين مشكل فقط في الرسم. إذا هذا المستقيم اللي هو باللون الأزرق مع المستقيم اللي باللون البنفسجي والمستقيم باللون الأخضر كيتلاقاو كاملين بهم في النقطة جي. إذا هنا غادي نقوم بهذا التصحيح هذايا باش يكون عندنا التمرين صحيح ونقدروا نجاوبوا عليه. إذا هنا مجرد خطأ مطبعي غنقوموا بالتصحيح ديالو وغادي نقدروا نقوموا بالإجابة على الأسئلة. إذا هنا غادي نمشيو للسؤال الألف. إذا السؤال الألف طبيعة الرباعي EFGH. إذا الرباعي EFGH شنو غادي تكون الطبيعة ديالو؟ طبيعة هذا الرباعي هو ماذا؟ هي متوازي أضلاع. إذا في ألف شنو غادي نكتبو؟ الرباعي. إذا الرباعي دائما هو أي مضلع كيحتوي على ماذا؟ على أربع أضلاع كنسميوه رباعي. إذا الطبيعة ديالو واش غادي يكون، واش هو مربع، واش هو مستطيل، واش هو معين، أي الأشكال اللي كنعرفوها. إذا هنا هو متوازي أضلاع، غادي نمشيو لماذا؟ لا المثلث GHK. إذا المثلث GHK شكون هي الطبيعة ديالو؟ إذا GHK إذا ها هي GHK. إذا هذا المثلث، كيفاش عامل؟ هو مثلث قائم الزاوية. إذا إلا شفنا بأن هنا عندنا زاوية قائمة، إذا الطبيعة ديالو هي مثلث قائم الزاوية. إذا المثلث، إذا قلنا الاسم ديالو المثلث ماذا؟ المثلث GHK. المثلث GHK هو مثلث قائم الزاوية. إذا طبيعة المثلث دائما كتكون يا إما مثلث قائم الزاوية، يا إما مثلث متساوي الساقين، يا إما مثلث متساوي الأضلاع، على حسب شنو كاين عندي في التمرين. هكذا انتهينا من السؤال ألف. غننتقلوا الآن للسؤال باء. إذا السؤال باء شنو كيقول؟ أعلل جوابي. إذا هنا الأجوبة اللي جاوبنا عليها سابقا باش عرفناها. إذا هنا باش عرفنا بأن EFGH هو متوازي أضلاع، لأن ماذا؟ لأن كنلاحظوا بأن EF يوازي ماذا؟ GH، أي D1 كيوازي لنا D6 وماذا؟ والD4 يوازي D2. إذا المستقيمين اللي كيمروا على الأضلاع المتقابلة هما متوازية. إذا هنا غادي نقولوا لماذا؟ إذا بالنسبة لEFGH بالنسبة للرباعي بالنسبة ل EFGH لماذا؟ لأن ماذا لدينا؟ إذا المستقيم اللي كيمروا على الأضلاع شكون هما؟ D2 يوازي D4. إذا شنو غنكتبو؟ D2 رمز التوازي قلنا هو تساوي كتكون مائلة وماذا؟ و D6 يوازي D1 و D6 يوازي D1. إذا شي شكل باش كيكون عندنا متوازي أضلاع خصها تكون الأضلاع المتقابلة ديالو كيف هي؟ متوازية، أو المستقيمات اللي كتمر على الأضلاع المتقابلة خصها تكون متوازية. دابا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للGHK بالنسبة للGHK قلنا بأنه ماذا؟ هو مثلث قائم الزاوية. لماذا؟ لأن D5 عمودي على D4. إذا هاد الأضلاع هادوما لأن D5 عمودي على D4 وبهكذا غادي نكونوا انتهينا من السؤال باء. ننتقلوا الآن إلى السؤال الموالي هو ج. أحدد النقطة E على D3 مستقيمية مع E و G. إذا ها هو المستقيم D3، بغينا نقطة مستقيمية مع E و G. إذا كيفاش غادي نقومو؟ غادي نحاولو نرسمو هذا المستقيم. إذا غادي نشوفو ها هي EG وغادي نعملو بخطوط متقطعة مع واحد المستقيم اللي كيمر من نقطتين او وجي. كنلاحظوا بان هذا المستقيم كيقطع دي 3، اذا هذه النقطه ديال التقاطع غتكون هي ماذا؟ هي النقطه اي، غتكون هي النقطه اي اللي هي كيف هي مستقيمه مع او وجي. اذا شنو المعنى ديال النقط المستقيمه؟ هي النقط اللي كيمر عليها نفس المستقيم. اذا او واي وجي نقط مستقيميه، واي كنتمينا الى ماذا؟ الى دي 3. بهكذا غنكونوا انتهينا من تصحيح التمرين الرابع. غننتقلوا الان الى التمرين الخامس. اذا هنا ونقول الشكل على دفتري ثم احدد جميع المستقيمات المتعامده. اذا بالنسبه لنقل الشكل ما غاديش نقوم به لانها حاجه سهله، فقط غادي نقوم برسم الشكل كيشبه لنا لهاد الاشكال هذوما في الدفتر ديالي، وغادي نجاوب على بقيه الاسئله. اذا هنا احدد جميع المستقيمات المتعامده. اذا غادي نشوفوا في هذا الجزء الاول شكون هي المستقيمات المتعامده. اذا هي المستقيمات اللي كتكون زاويه قائمه. اذا هنا كاين عندنا غادي نشوفوا هاد المستقيمات المتعامده بالنسبه للجزء الاول. اذا هنا ا بي هو ا بي مع ماذا؟ مع ا مع ا دي، ا بي مع ا دي. شنو غادي نمشيو للراس بي؟ غادي تكون عندنا ا بي مع بي بي سي. شنو غنمشيو للسي؟ للنقطه سي بي سي مع ماذا؟ متعامده مع دي دي سي. ثم غنمشيو للنقطه دي، غادي يكون عندنا ماذا؟ ا دي متعامد مع ماذا؟ مع سي سي دي. بقات لنا بالنسبه للنقطه اي هنا كنلاحظوا بان القطران هما متعامدان. اذا غنقول ا سي كيف هو متعامد مع مع بي بي دي. غادي نزيدوا اذا هذا كامل السؤال الف. اذا غادي نكملوا على المستقيمات المتعامده، ولكن غنمشيو للجزء الثاني نفس الشيء. اذا غنقولوهم شفهيه، غنقولوهم شفهيا او كتبوهم واخا. اذا ام ان، يلا غادي نشوفوا المتعامده. يلا اذا ام ان كيف هو نفس الشيء، ام ان مع ام كيو ثم ماذا؟ ام كيو ام كيو متعامد مع ماذا؟ مع كيو بي ثم ان بي متعامد مع بي كيو ثم بي ان مع ام ان. اذا هنا عندنا بزاف ديال الاجوبه بالنسبه للسؤال الالف. اذا غادي نشوفهم كذلك ماذا؟ ام جي ام جي. اذا هو هذا مع ماذا؟ مع ان جي. اها ثم ماذا؟ ام ال. اذا هنا عندنا المستقيم ولكن ما عطيناش الاسم ديالو وما عطيناش الحرف. اذا هنا كنخصو يكون عندنا الحرف باش نقدروا نسميو هذا المستقيم، بالتالي ما غاديش نقوموا بالجواب عليه، ولكن نعرفو خصنا نكونوا عارفين ام ال مع ماذا؟ مع المستقيم اللي كيمر من نقطه ال مع هذه المستقيمات. اذا خدوا كان عندنا الاسم، لو كان لدينا اسم لقمنا بالاجابه عليه كذلك. اذا غادي نشوفوا كذلك. اذا هنا بالنسبه لهذا المستقيم متعامد مع ام كا، ولكن نفس الشيء ما كاينش الاسم، اذا بالتالي ما غاديش نقوموا بالجواب ديالو. اذا غنعتمدوا على هذوما اللي عندنا الاسماء ديالهم. غنمشيو الان للسؤال باء. اذا غنمشيو للسؤال باء وغادي نجاوبوا على ماذا؟ على البقيه ديال من هذه المره المستقيمات المتوازيه. اذا في باء، اذا غنبداو ا بي. اذا الاضلاع المتقابله في المربع كتكون متوازيه، ا بي مع سي دي ثم ماذا؟ ا دي هذا توازي، ا دي توازي نعم بي بي سي. اذا الاضلاع المتقابله. اذا هنا فقط هذوما المستقيمات. اذا الاضلاع المتقابله قلنا ا بي والسي دي و ا دي و بي سي. نمشيو للشكل الثاني. اذا هنا ام ان يوازي كيو بي، ام ان يوازي كيو بي، و ام كيو يوازي ان بي. غادي نشوفوا واش كاين شي مستقيمات اخرين. هما كاينين، ولكن فين كاين عندنا المشكل انهم الاسماء ما كاينينش، بالتالي ما بغوناش نجاوبوا عليهم. اذا مثلا ممكن نخدموا هذا المستقيم هذا اللي نقدروا نسميوه ام كا مع هذا المستقيم، ولكن بما ان عندنا مشكل في الاسم ما غاديش نقولوا الاسم ديالو. كذلك بالنسبه للمستقيم ام ال مع المستقيم اللي كيمر من كا. اذا كذلك هما مستقيم متوازيين. اذا بالنسبه للباء غناخذوا هذه الحالات الاربعه وغنعتمدوا على الاسماء اللي كاينين عندنا. غننتقلوا الان الى التمرين الموالي. اذا التمرين الموالي هو التمرين السادس. اذا التمرين السادس ماذا يقول؟ اذا انشئ المستقيم دي واحد المار من ا والعمودي. المرمي الأول عمودي على ماذا؟ عفوا أنشئ المستقيم دي واحد المار من النقطة أ والعمودي على المستقيم دي. إذا المار من النقطة أ والعمودي على المستقيم دي. إذا كنحتاجو ماذا؟ كنحتاجو إلى المنقلة، عفوا إلى الكوس. غادي نقوم بالإنشاء إذا هكذا، وغادي نقوم بالإطالة. إذا ها هو، ومنساش رمز الزاوية القائمة. غنمشيو هذا السؤال ألف. سؤال باء، أنشئ المستقيم دي اثنان المار من نقطة سي والعمودي على المستقيم دي. إذا نفس الشيء كنحتاجو ماذا؟ إلى الكوس. ها كنقوم بوضع الشكل أو الكوس بطريقة جيدة، ثم أقوم بالرسم. الآن أقوم بالإطالة، ومنساش دائما رمز الزاوية القائمة. وهكذا غادي نكونوا رسمنا هاد المستقيمين وجبنا على الألف وباء. دابا أستنتج ماذا؟ أستنتج أن المستقيمين دي واحد ودي اثنان كيف هما؟ دي واحد ودي اثنان متوازيان. إذا هذا دي واحد ما خصناش نساو التسمية، وهذا ماذا؟ دي اثنان. أنا دي واحد ودي اثنان متوازيان. إذا جيم أستنتج أن المستقيمين دي واحد ودي اثنان متوازيان. إذا علاش غادي يكونوا متوازيان؟ لأنهم عموديان على نفس المستقيم. دائما ملي كيكون عندنا شي مستقيمان اللي هما عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. إذا دي واحد عمودي على المستقيم البنفسجي اللي هو دي، ودي اثنان عمودي كذلك على المستقيم دي. إذا المستقيمان متوازيان. غنمشيو الآن إلى التمرين الموالي. إذا غنمشيو للتمرين السابع، كيقول أرسم مستقيمين يمران من النقطة أ، الأول موازي للمستقيم دي والآخر موازي للمستقيم دي اثنان. إذا غنبداو بالمستقيم الموازي لدي واحد. إذا كيفاش كنقوم هنا؟ كنحاولوا نوضعوا ماذا؟ خطوط متقطعة. كنرسموا خطوط متقطعة، واحد المستقيم اللي هو عمودي على دي واحد. إذا بغينا نرسموا موازي لهذا. إذا هذا كيتسمى مستقيم مساعد، ماشي مطلوب منا ولكن ضروري باش نوصلوا للجواب. إذا هنا لأن كنعرفوا إلا كان عندنا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فهما متوازيان. إذا هنا المستقيم دي واحد عمودي على المستقيم المشرط. غادي نرسموا الآن مستقيم اللي هو كيمر من أ وعمودي على ماذا؟ وعمودي على المستقيم المشرط. إذا ها هو، وغادي نقوم بالإطالة ديالو، وغادي نحصل على مستقيمان ماذا؟ متوازيان. غنمشي نرسم الآن مستقيم أ آخر. إذا هذا المستقيم ماذا؟ موازي إلى ماذا؟ إلى دي واحد. دابا خصنا نرسمو مستقيم موازي إلى ماذا؟ إلى دي اثنان. إذا باش غنرسمو مستقيم موازي إلى دي اثنان، نفس الشيء غادي نقومو بماذا؟ برسم مستقيم مساعد اللي غادي يكون عمودي على دي اثنان، وغادي نرسم على هذا المستقيم مستقيم عمودي عليه ويمر من النقطة. إذا غادي نعمل الإطالة، نعم، وها هو مستقيم موازي لدي اثنان. إذا هكذا قمنا برسم ماذا؟ المستقيمين المطلوبين. إذا رسمنا مستقيم إلى ماذا؟ إلى موازي لدي اثنان ومستقيم موازي لدي واحد، وبجوجهم كيمروا على ماذا؟ على النقطة. إذا هنا ممكن هذا المستقيم المساعد نمسحوه ونخليوه ونعملوا الرمز ديال التعامد باش نبينوا بأن اعتمدنا عليه. إذا غنمشيو الآن للتمرين ماذا؟ التمرين الثامن. غادي نمشيو للتمرين الثامن. إذا التمرين الثامن ماذا يقول؟ ألاحظ المستقيمات المرسومة ثم أحدد مستقيما عموديا على M. إذا هما بزاف المستقيمات المرسومة. إذا المستقيم M هو هذا، هو المستقيم M. إذا شكون هو المستقيم العمودي على M؟ إذا كنلاحظوا هو المستقيم ماذا؟ C. إذا هنا غادي نقول هو المستقيم C. مستقيم عمودي على N. إذا ها هو المستقيم N. شكون هو المستقيم عمودي عليه؟ هو المستقيم D. إذا هو ماذا؟ هو المستقيم D. جميع المستقيمات العمودية على D. إذا هنا بالنسبة للمستقيم D عندنا بزاف ديال المستقيمات العمودية عليه A B C. إذا غادي نكتبهم هنا A ثم ماذا؟ B. A و B وماذا كذلك هو أو وإن، أ وب وأو وإن، أ وب وأو وإن. إذا أستنتج ماذا؟ أن هذه المستقيمات أ وب وأو وإن هي متوازية، أستنتج أن أ وب وأو وإن متوازية. علاش هي متوازية؟ لماذا؟ لأنها عمودية على نفس المستقيم. إذا دائما اللي كتعلم مجموعة المستقيمات عمودية على نفس المستقيم فهي متوازية. غنمشيو الآن للتمرين التاسع. إذا أنشئ باستخدام المسطرة والكوس المستقيم دي اثنان العمودي على المستقيم دي والمار من النقطة أ. إذا هنا غادي نستخدم الكوس، غادي ننزلو على المستقيم دي. إذا غادي نحاول نبقى نمشي حتى كنوصل للنقطة أ، وغادي نرسم المستقيم اللي كيمر من أ، وغادي نقوم بالإطالة ديالو باستعمال المسطرة. نقوم بالإطالة ديالو، الإطالة أي أن نطولو الطول ديالو، نزيدو في الطول ديالو، وما ننساش رمز الزاوية القائمة. إذا هذا المستقيم يمر من أ وعمودي على دي اي واحد. إذا هنا وما ننساش الاسم ديالو، شنو قالوا لنا؟ دي اثنان. بهكذا انتهينا من التمرين التاسع. الآن غنتقلو للتمرين العاشر. إذا التمرين العاشر أنشئ باستخدام المسطرة والكوس المستقيم دي اثنان الموازي للدي واحد، المستقيم دي اثنان الموازي للدي اي واحد. إذا كيفاش غادي نرسمو هذا المستقيم؟ إذا ماذا؟ نستعمل الكوس. إذا غادي نقوم بخطوط متقطعة. إذا ها هو المستقيم المساعد، ثم غادي نقوم باستعمال المسطرة باستعمال الكوس دائما، وغادي نرسم هذا المستقيم اللي متعامد، وغنقوم بالإطالة ديالو. وبهكذا غنرسمو المستقيم الموازي اللي هو الاسم ديالو دي اثنان. إذا دي اثنان يمر من ام وماذا؟ ويوازي دي واحد. بهكذا غنكون انتهينا من تصحيح صفحة 15 من الكتاب المدرسي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح، ونلتقي في تصحيح اخر ان شاء الله. الى اللقاء وحظ موفق.